إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم عبر موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، كتاب الله تعالى تنشرح به القلوب وتسعد الأرواح وتفرج الكربات وتقضى الحاجات. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. كتاب الله تعالى هو حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة الكرام، نبدأ لقاء الفجر بالاستماع إلى آيات بينات، بدءا من الآية 47 من سورة الأعراف، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع قالوا ما أغنى عنكم
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا
قد خسروا أنفسهم وضل عنهم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إنه لا يحب المعتدين.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، استهللنا معا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأعراف، فلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي من هنا من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا الوقت الطيب من الليل يستجاب الدعاء وتقضى الحاجات بالتضرع والتذلل إلى رب الأرض والسماوات. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم:
إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد الفجر الجديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها
فاذكر إلى إلهك يا أخي والجأ له تحظى بأنس وأثر النفحات واطلب رضا الرحمن واعشق طرده واطلب رضا الرحمن واعشق طرده واشكر له واصنع بنيتك الجميل لوجهه واصنع بنيتك الجميل لوجهه واحمل لصحبك أصدق النيات وأزل خلاف المسلمين بهمة تكسب رضا فالصلح بين المسلمين فريضة حثت عليك سورة الحجرات واصنع بنيتك الجميل لوجهه واصنع بنيتك الجميل لوجهه واحمل أصدق النيات وأزل خلاف المسلمين بهمة تكسب رضا فالصلح بين المسلمين فريضة حثت عليك سورة الحجرات واحفظ من الذكر الحكيم وصيته.
من الذكر الحكيم وصية تحيي القلوب وتبعد الأزمات وزر الحبيب بقلب عبد خاشع واحمل إليه تشوقا قبلاته فهو البشير المصطفى نور الهدى وهو الشفيع ومنبع وذهب إلى الروض الشريف بطيبات فاشتم فورا أعطر النسمات صلى الإله على النبي وآله صلى الإله على النبي وآله صلى الإله على النبي وآله صلى عليه بأكرم الصيغات الصلاة والسلام عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، أذن الشيخ محمود علي عوض الله لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، بعد أن قدم فاصلا من الاتهالات والأدعية. من هنا من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية. وقد قام الإخوة المصلون لأداء ركعتي سنة الفجر بعد أن وجلت قلوبهم ونطقت ألسنتهم وهم ينصتون إلى صوت المؤذن وهو يختم الأذان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى يتحقق بلا إله إلا الله وتحقيقها معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. فاللهم أحينا وأمتنا وابعثنا واحشرنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة. نستمع إلى آيات بينات تتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أن من نطفة
والليل إذا يغشى
كذا وقد خاب من دساها. صلوا لله بخشوع وصلوا صلاة مودع يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا،
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك يا رحمن يا رحيم يا الله، يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق
أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هنا من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ محمود علي عوض الله، وكان معنا من أسرة الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، ولكم أطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.